مقابرات. أنا شايف إن المهرجانات أو أغاني المهرجانات ده نوع من الأنواع الغنى، علشان الغنى ده أنواع كتير قوي، يعني زي في أم كلثوم كان في ليلى نظمي، في عبد الحليم حافظ، في أحمد عدوية، في كل العظماء، في أنواع الفن، في أنواع كتير جدا منه، فده نوع من الأنواع. فئة معينة بتحبه أو فئات كتير بتحبه علشان ترقص وتتشقلب، فبس مش في كل الأوقات الناس بتبقى عايزة ترقص وتتشقلب، فأنا عايز أرقص وأغني وهيص، أسمع مهرجانات، عايز أنبسط أو أبقى بسمع حاجة فيها رومانسية، أسمع نجاة، عايز أسمع أم كلثوم، هسمع أم كلثوم، فده نوع من الأنواع مش هنقدر نرفضه. أنا ما أقدرش أقدمه عشان أنا ما أعرفش أعمله. ما أعرفش مش معنى إن أنا ما أعرفش إن أنا يعني مش عارف، لا، ده نوع زي ما برضه هاني شاكر ما يعرفش يطلع يغني أحمد عدوي، أغاني أحمد عدوي ما أعرفش، ولو غناها الناس ممكن ما تتقبلوش أو ما تستصغوش، ولا العكس، ولا لو عدوية طلع يقول حاجة لنجاة الصغيرة الناس هتتقبله. قدرت أقوى موقع فني في مصر.